السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بسلسله جديده ولعبه جديده، وهي لعبه ايفل انسايد. اللعبه هذه لعبه رعب، لعبه يعني بان عليها صراحه جدا جميله. اللعبه هذه تشبه بشكل كبير لعبه بي تي، او الديمو حق بي تي اللي نزل قبل كم سنه. فاللعبه هذه فيها شبه كبير من الديمو، فاكرينه حق بي تي. فاللعبه صراحه بان عليها جدا جميله، يعني انا صراحه احب العاب الرعب، واللعبه هذه بان عليها خفيفه وجميله، فاتمنى انها تنال اعجابكم. واللعبه على حسب علمي ما هي مره طويله، فان شاء الله يعني ممكن راح اختمها بخمسه حلقات او اربع بالكثير. فاتمنى يا اخوانكم ما تحرموني من دعمكم بالسلسله هذه، ضغطكم على زر اللايك والسبسكرايب، واي دعم يجي منكم جزاكم الله خير. يعني انتم ما قصرتوا معي بالسلسلات الماضيه، يعني كل قلبي شكرا لكم، يعني واتمنى توصلوا دعمكم. وليتكم تكتبوا لي كومنت رايكم بلعبه ايفل انسايد، خلونا نعرف رايكم. وخلونا الحين نبدا لعبه الرعب دي، بسم الله. And we have breaking news that arrives from the north of the state of Oregon. Here we have Mary Jane Anderson, our reporter at the crime scene. Thanks, Joe. They found the body of Rose, the woman who went missing last Monday. Forensics located her camera near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Okay, قاعد اتكلم عن انه في واحدة ماتت وزوجها يكون يعني الكيلر قاتل يعني ومسكوه. ما ادري صراحه اللي فهمته من العرض اللي دوبنا شفناه. فشايفين اللعبه يعني تشبه مره لعبه بي تي، الديمو حق بي تي اللي نزل قبل كم سنه. الديمو ذاك اخوان صراحه كان ممكن اكثر لعبه مرعبه لعبتها، مره كان مرعب. Hello? Hi, Mark. It's been a long time since what happened to your mother. That happened many months ago. Are you better? Yeah, sorry. Listen, are you in contact with the afterlife? Yes. Tell me what you need. I need you to make contact with my mom. تروح اطول كذا بدنا لعب. طيب طب الله يستر. والله شوف كيف لما يلف يلف على ما لف. الله يستر ما كنت لف عارفين، فجأة تلاقي شيء بوجهك. يا الله ليه مو سريع؟ ترى هذا اسرع شيء. He's dead. My father in prison and I have to take care of my little brother. اوكي بدأت اللعبة. شفت انه قالوا انه في حرمة ماتت، ها؟ او زوجها القاتل. فابوه بالسجن وامه ميته، هذه سر ولدهم، وعنده اخو صغير لازم يهتم فيه، ودوبه كان قاعد يكلم واحده على اساس انها يعني زي ما تقولوا ايش تقدر تكلم الموتى، يعني استغفر الله شيء زي كذا. فكان قاعد يكلمها دوبه بالجوال، يقول لها انه يعني باك تتواصل مع امي، عارفين مع امه يعني عشان امه ميته، ما ادري صراحه. فخلنا نشوف هنا ما في شيء. طب نبدا نمشي سيده. اوكي نشوف الصور ذي. والله يا مرة يمشي على مهله. لازم ادخل هنا، الباب ده مقفل. اوكي. مام؟ شو؟ جاكي؟ جاكي ذا اعتقد اخو الصغير. طيب خلاص ما في شيء. طيب خلص ما في شيء، خلنا نطلع من هنا. اوكي. انا خايف فجاه الف الاقي شيء بوجهي. مثل الحرمة ذيك اللي كان يعني كانت قاعد تمشي فوق، يعني احس فجاه راح تطلع لنا. الله يستر. الباب اللي ورا انفتح. What the hell؟ خلنا نشوف. يا ساتر استر، هذا كان انفتح ذا.
البيسمنت عارفين الطبخ. نشوف ممكن عنده شيء هنا. اعتقد اجي هنا نشوف. ما في عليه شيء هنا. فخلنا نشوف ممكن لازم نسوي شيء نشغل النور او حاجه زي كذا. لا لا لا. طيب طبعا لازم ادخل من هنا. اوكي هو الباب اللي ورانا قفل اكيد. ما ابغى طول ورا. كيف كذا؟ اعتقد رجعنا من مكان ما بدينا اظن. بس لكن الغرفه دي ما كانت مفتوحه اول. يا ساتر هذا هو الفجعه. استغفر الله العظيم. والله صراحه شباب قاعد يعني لعبه قاعد العبها الحال يعني. الحين عندي تقريبا الساعه 2 بالليل ف ادعوا لي بس. خلينا نشوف ممكن هنا. اظن هذا اخو الصغير اللي اسمه جاكي. والله ما ادري. نجي هنا شو؟ ما ادري انا جيت حد ما صار شيء. طيب طيب خلينا نرجع لهنا. اعتقد لازم ندور غرفة ثانية ممكن مفتوحة. الساحة دي اعتقد ممكن لازم اجي عندها. والله مشكلة مرة ما ابغى طول ورا. خلنا نمشي سيدة. اعتقد لازم نمشي سيدة. اوكي اوكي التليفون يدق. التليفون ان شاء الله مو ورا. اعتقد هنا. والله شكله ورا. نرجع ورا. رد على التليفون. يا ساتر هو يمشي على مهله. يا اخي ادعس. هيا يا ساتر صوت واحد قاعد يتنفس بس. This breathing. قاعد يقول هذا اللي قاعد يتنفس امه. مع انه امه ميته صراحه ما ادري يعني ايش قاعد يالف. طيب خلنا نرجع القبو. فين؟ اوكي ممكن صار شيء جديد هنا. اعتقد هنا لازم نجي. اول ما كانت اللمبه دي قاعد تسوي زي كذا. هذا شو؟ شو الورقه ذي؟ ايش تطلع دي؟ اخذها. طيب في باب جديد فتح. راح من هنا. مو معقول على ورا اكيد من هنا. هو باين راح زي كذا كل شوية عارفين. نرجع من مكان ما بدينا. لو تتذكروا زي لعبة بيتي تقريبا كانت زي كذا. ما ادري خلينا نشوف افتح ايش راح يصير. اوكي. اول مكان في اللعبة دي. ما ادري سوى عنده شيء. لا 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 خلينا نمشي سيده. والله انا قاهرني انه ليه ما يجري يا اخي. يا ساتر. خلونا نرجع لهنا. والله صراحه انا كنت عارف انه اللعبه مرعبه بس لكن مو لدي الدرجه. والله ما ابغى اطل ورا. الباب ده مو مفتوح. والله لازم اطل ورا. طيب هنا ما في شيء. ما ادري اعتقد لازم اطلع لفوق. والله ما ادري هو شكله فجاه يصير شيء. خلنا بس اتاكد هنا. والله اتوقع يعني نظام اللعبه دي لو يعني ما حليتها اللغز بسرعه اتوقع راح تموت شيء زي كذا. والله ما ادري اخوان حتى هنا ما في شيء. اول كانت مفتوحه الغرفه تحت تون. خلونا نرجع عند اخوه جاكي. والله ما نسوي عنده شيء. ما ادري احنا اخذنا الشيء. ها اخذنا الشيء اول.
هذا ممكن لازم يعني استخدمه او شيء زي كذا. خلاص ما في شيء. والله ما ادري اللعبه دي شايفين قاعد يجي عندها مو قاعد يصير شيء. هذا مقفل. ساتر شو الصوره دي. ممكن هنا انا سامع صوت الساعه. خلينا نشوف الصندوق ده. انا ايش دراني كم الكلمه السريه حقته. ممكن مكتوبه دي ها 2165. والله ما اعترف بالسهوله. لا والله مره مو كذا. مشكله ما عندي يعني اللعبه ما فيها انه الاشياء اللي جبتها زي ما تقولوا. هذاك تطل فيها يعني تشوف ايش يعني فيها حل ولا حاجه يعني ولا ممكن سري ولا شيء. والله ما ادري. وباين لازم ندور الرقم السري وكان عرفت لازم ندور الرقم السري. خلونا نجي عند اللعبه ذي. شو هلا مشكله بي لحظه ممكن طلع لنا شيء. ما ادري ما شاف اي رقم سري هنا ولا هنا. ما ادري ممكن بغرفه اخوه اتوقع. الساعة دي ممكن نستفيد منها. طيب 9:59 خليني اجي هنا شو. والله ما اتوقع عند اخوه تسوي شيء. رقم هنا ولا هنا. والله مرة ما في شيء. طيب اخوان خلينا نطلع. خلاص ورا ما في شيء هنا اكيد الحل بنلاقيه. ما راح نلاقيه هنا. والله اخاف من كذا محطوط على جدر. عارفين والله سووها ترى الالعاب ذي. طيب اتوقع نروح لهنا. اللعبة زي ما اقول لكم جيت عندها ما في اي شيء. وانا طب ليه ابغى افتح الصندوق ذا؟ والله ما ادري. نفتح واحد من الصناديق من الادلبة ذي. اشياء. طيب اوكي نشوف الرسمة دي. والله فيها ارقام. بس يا ساتر ما انك تلفها كذا. اوكي معقولة ذي هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. معقولة؟ والله ما اعتقد انه بهذه السهولة. اها يا لطيف. لازم اتبع ها الخطوط دي. عارفين؟ يعني في عندنا البيت. البيت موصل لين 6 لو تشوف الخط اللي لونه بينكي. موصل لين يا ساتر. لا والله 2 او الرقم 2 ولا او الرقم 2 ثاني رقم 9 2 9 بالله. بس خلوني احطه عشان لا اخبط. اوكي والله مره هرجتها هرجه. 2 9 اوكي اوكي صدقوني قربت. 2 9 حلوين. 2 9 2 9 5 اوكي 2 9 5 5 1 ان شاء الله ما اكون غلطان. اجرب 5 1 5 1. يا ساتر حلناها. ايش في هنا؟ مفتاح الحمد لله. اتوقع المفتاح سيده بس تبهم ممكن شيء يطلع فيه. والله نفسي يجري. يا اخي اجري يا اخي. ان شاء الله ان القابو ما يكون غلطان. اي عرفت عرفت الغرفه اللي ورا. والله بس خايف الف. والله تشوفوني كيف انا ابغى الف ها؟ صدقوني قاعد الف و انا مغمض عيني عشان صراحة الألعاب ذي يعني حقت الرعب. عارفين؟ معليش بس شباب السلك شوية. صراحة يعني ألعاب الرعب ذي يعني أنا أحبها صراحة بس لكن ما أحب يعني فجعات. يعني الواحد يجري وراي صدقوني ما أخاف بس لكن فجأة كيف فجعتك هذا ما تعجبني. شايفين كيف؟ عشان كذا صراحة أقول لكم أنا يعني بعض الأحيان يعني الفجعات هذه صراحة ما تعجبني. الحين نفتح الباب ده.
افتح لي الباب ذا والباب ذا. طيب طب الجلد الثاني. طيب احنا ندخل هنا. الحين بنطلع بستيرز الطبق العلوي. هذيك الحرم اللي كانت قاعد تمشي قاعد تمشي هنا. الله يستر. طيب يمين ما في شيء ظلام، شايفين انتو ظلام. على بال لازم ندخل هنا. طيب خلنا نمشي هنا نشوف. والله ترى قاعد امشي وانا مخمض عيوني. خلنا ننزل هنا. اعتقد ممكن في شيء جديد بالقبو دحين. احنا مو قد جينا هنا واخذنا ذي قبل كذا. كل شوي قاعد ناخذ قطعه جديده. ما ادري حقت ايش صراحه، بس وين زي الرسمه. اوكي الحين ندخل هنا ونبدا المتاهه من جديد. وين دحين راح تطلع لنا اشياء جديده عارفين. اوكي طيب احنا مطبخ مفتوح والحمام ده اول ما كان مفتوح. اوكي نطلع يمين. طيب هناك في شايفين ورقه اول ما كانت في لحم فيه. الله يستر. يهو يبان شيء لما تجي عند المرايا، المفروض يبان شكله. حمام 100% انه في شيء يعني هنا لازم نسويه. مو معقول مفتوح كذا الحمام. اتوقع نروح ونرجع صدقوني راح يجي شيء جديد بالحمام. انا كنت ابغى موضوع ولا شفت حتى ايش. خلينا نروح هنا. زي ما اقول لكم في ورقه هنا. نشوف ايش هي. اوكي هنشوف كذا. The gap in the wall. في شيء بالجدار، الفتحة اللي بالجدار. لا تقول لازم اطول، روقنا عاد. طيب هنشوف فين الفتحة اللي بالجدار. ان شاء الله ما كنا غلطان انه معناتها الفتحة اللي بالجدار. والله ما ادري شايفين فتحة بالجدار. اتوقع بالحمام. قاعد طول بالمرايا اشوف ممكن يصير شيء كذا. معقول ارجع لين هنا؟ معقول الحمام ما في شيء؟ والله ما اعتقد انه في شيء عارفين. هو يقول لي في فتحه بالجدار. ادري خلينا نشوف هنا. والله معني ما ابغى اشوف بس خلينا نشوف. طيب ما في شيء هنا الحمد لله. خلونا نرجع لهنا اجل. صدقوني ال 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 الباب ده ما كان مفتوح اول. طلع لي على فوق يا حبيبي. خلينا نشوف الفتحة اللي بالجدار دي فينها. الفتحة اللي بالجدار. طول الله يستر. نجينا احنا. يا ساتر هذا فين ذا كف ذا ولا وين قاعد يهلوس عارفين. قاعد تخيل ممكن نشوف ممكن الوردة دي لازم ناخذها. وريني كل شيء. معقول ما تسوي شيء؟ خلاص خلاص خلنا نسيبه.
طيب لازم اتبع العروض دي. صدقوني فجأة حيطلع لنا شيء تشوفون. والله نفسي يجري صراحة، بس الله يهدي ما يجري ويمشي على قلب من مهله. فين عشان يطلع لك فجأة شيء كذا يفجعك. فين اللي قاعد تبكي؟ والله ما شاف احد. خذ هناك عند البير اللي هناك. طيب كل ما انا قاعد نقرب من الصوت. What the fuck? Was it a flashback? طيب هنا كانت ذكريات، عارفين شيء اتذكره يعني. فلاش باك يعني شيء اتذكر يعني. ما ادري بانه يعني جاء وقت كان هو قاعد يمشي بالغابه كذا وجاء عند بير يعني شيء زي كذا اتوقع. الحين بين راح نبدا من جديد يعني لغز جديد. والله صراحه شوف اللعبه الان يعني جدا حلوه يعني بجد تذكرني بلعبه بي تي. بس خلنا ناخذ القطعه اللي هنا. ايوه احنا كل شوي قاعد ناخذ قطعه جديده. أعتقد كذا كملت ولا مو؟ والله ما أدري. طيب خليني أروح من هنا. الباب ده ما ينفتح أظن إلا لازم تاخذ القطعة دي. فباين القطعة دي اللي قاعد ناخذها مهمة. بعد راح نبدأ يعني لغز جديد. أوه لطيف هذي الحظ اللي شفناه أول. ساتر طيب نشوفها كثير دحين. طبعا انا ما اقدر اجري يعني سامع صوت ورايا شايفين، بس ما اقدر اجري يعني ايش تبغين اسوي يعني. خلاص احنا خلينا نمشي زي ما احنا كذا. طب دحين اللغز فين؟ خلونا نمشي سيده كذا. شو ممكن هنا؟ اوكي الباب ده مفتوح. يا الله لا تقول لازم اطول وراه. طيب الله يستر. اوكي ما في شيء هنا. يا ساتر. طيب معناته ماشيين صح ونمشي سيده. طيب الغرفة دي ما كانت مفتوحة اللي هو الحمام اظن. تمزح انت. لا لا قاعد تقول مذنب يعني. ما اقدر اسوي شيء. خلوني هنا بالركن. والله ما ادري اظن لساتها قاعدين نلعب. يا ساتر. طيب خلونا نروح لهنا. يا لطيف. Guilty. I'm not my father. قاعد يقول عن انه هو ما هو مذنب يعني. قاعد يقول انا I'm not my father يعني انا ماني والدي، عشان ابوه كان يا ساتر ابوه كان قاتل اظن. والله على بال الباب ذا كان مفتوح عارفين، عشان خلاص ننزل مع القبو ونبدا المتاهه اللي بعدها. بس لازم نطلع لورا. والله ما ادري ما شفت اي باب مفتوح. ما ادري ليه اتوقع الباب ذا الدولاب ذا لازم نفتحه. طيب صار معنا كشاف. حلو حلو. والقبو دحين خلاص بدنا ننزل. الله يستر. والله يا يمشي على مهله يا اخي ادعس يا اخي. طيب نحن نفس النظام ناخذ القطعة. بعدها الباب ده ينفتح الحين ونبدأ لغز جديد. اوكي نروح من هنا. والله صراحة شوف اللعبة الآن يعني حلوة والله. صحيح مرعبة بس لكن حلوة بصراحة بنفس الوقت.
لا يا ساتر الظلام. طيب انت احنا نسبح الغرف اللي كان فيها الفين اخوه. والله الظلام يا والله صراحة انفجعت من اللعبة دي يعني مرة تخوف. خلنا نرجع لهنا. طيب احنا قبعد بعد مفتوح السيد الحمد لله. نروح والله قاعد امشي ترى يعني تشوفوني كيف يعني مفتح عين ومغمض عين. شو اسوي والله اللعبة مرة مرعبة. نرجع لهنا اعتقد القطعة اللي لازم ناخذها ها؟ ان شاء الله اخذ قطعة. طيب هذا اللي لونه احمر دحيني ولازم نشغل نشغل النور. يا اخي شغله حرام عليك يا اخي ليه ما تشغله؟ طيب طب خلاص لازم امشي. لا لازم الف يا الله. اي يا اخي ما ابغى الفلف بالظلام كذا. كانه في شيء يلمع هنا. البلياردو دي اسمه عنده شيء والله ما اظن. والله باين اخوان لازم اطلع لفوق. طيب طيب والله باين لازم اطلع لفوق. اتوقع الكهرباء نشغلها من هنا. ما ادري لا تقول لازم اطلع لفوق يعني الطبقة العلوي قصدي. والله باين لازم اروح كذا. استعد صراحة فجأة راح يطلع لنا شيء اكيد 100%. الساعة دي دائما اسمع صوت صراحة بس ما ادري فينها. لازم اسوي عنده شيء. طيب خلنا نروح لهنا. اتوقع ممكن في غرفة جديدة الفين فتحت يعني بدنا خلاص ندخل. والله لا ما اظن هنا. اوكي هنا. والله كلها مقفلة. وما اعتقد ترجع لورا. طيب تبغى نلف كذا الله يستر. طيب اجى الحل بالقبو. لازم ارجع القبو واحاول شغل الكهرباء. مع انه والله كان المفروض من عارفين من ال 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 المفتاح ذاك يعني خلاص يعني شغل الكهرباء. ادري صراحة يعني شفت انا جيت عندهم مو قاعد يصير شيء والغرف كلها مقفلة. خلنا نرجع القبو. طيب خلنا نرجع القبو. يا اخي اجري ساتر يمشي على مهله. شايفين والله كان المفروض من هنا بس ما ادري ليه. الباب ده مقفل. اي والله مقفل. نرجع لنا شو؟ اوكي اخيرا عرفت كيف يجري. طيب زي كذا حتى ما يجري يعني دوبك على مهله. في شيء هنا نستخدمه يا سلام. طيب الحمد لله. حطه هنا. شغل النور كذا. خلاص مو لازم ارجع لورا ها؟ والله لازم ترجع. ارجع حبيبي ارجع. ليه طيب الكهرباء اشتغلت ليه؟ خشوه ممكن يصير شيء جديد. والله ما ادري باين انه لازم ارجع لورا. اعتقد دحين ممكن في غرفة يعني باب حق يعني فتح خاص بدنا ندخل. والله ما صار ولا شيء. انا توقعت انه خلاص الكهرباء تشتغل. والله ما ادري من شاف اي غرفه جديده فتحت. مو معقول نخرج من البيت. اوه كيف كذا. طيب طب خلينا نرجع لهنا شو. طيب طب خلاص خلاص انا ما ادري ليه مصمم اللي ارجع لورا.
باين هو ايش الحل يعني بالقبو. انه انا اعرف اللي رجعت على ورا دوب يعني قلت انه ممكن شغلنا الكهرباء عارفين كيف. بس خلنا نتأكد. قلت ممكن شغلنا الكهرباء يعني ممكن يعني واحدة من الغرف فتحت عارفين بدل ندخلها يعني. اها من هنا شبك عبد العزيز. اوكي خلنا نشوف. والله ما انتبهت صراحة. طيب خلنا نشوف التلفزيون باين لازم يصير عنده شيء. نو سيجنال ما في كهرباء. طيب بعد قلت اتذكر المكان ده ما ادري فينها ترى يعني بطول كذا ما بطول ورايا. قبو اكيد خلاص ما في شيء هنا عارفين مو لازم اقعد ادور. طيب خلاص بعد عند اللغز جديد ان شاء الله اللغز ده عارفين يكون فيه نور. يا سلام الباب صار مفتوح الحمد لله. ايش المرايه دي بين بطلع عن شيء فجاه كيف كذا؟ انا ما بقدر اسوي شيء. لا تقول اطول ورا الا والله شكله اطول ورا. شوف النور اللي على يميني. يا اخي خلاص خلينا نمشي. والله ما ادري كيف عديت من هنا ترى. ولا هذه جثة ذي ولا يا لطيف الدم. امشي امشي والله لسه ظلام. طيب ايش اسوي؟ ما بدي اسوي شيء. لطيف. خلنا نمشي كذا بس. في لازم نطول كذا. لازم ادخل هنا. خلنا نشوف التلفزيون من جديد. نو سيجنال. ما ادري ممكن ما في اشاره. اعتقد لازم انزل القبو. دائما يعني العلم يكون بالقبو. بس القبو هذه المرة ما هو مفتوح لازم تطل وراك يا حبيبي. شو كان في شيء جديد هناك؟ وبما انه في نور هنا معناته لازم تسوي شيء. شايفين؟ كل غرف مقفلة. الغرفة ذي دم مسوي عنده شيء. ايش ممكن الغرفة فتحت فجأة؟ الرسمة ذي طيب اكيد مو الباب ذا. والله مشكلة رعب والغاز بنفس الوقت. يعني صعب صراحة يعني تركز. نشوف هنا. لا ما اعتقد الصندوق ذا والباب ذا اتوقع نهاية اللعبة اللي افتحه اللي هو خلاص نخرج من هنا. اتوقع يعني اتوقع اكثر ولا اقل. خلونا نرجع للتلفزيون ممكن لازم نسوي عنده شيء. الرسمات دي بس خلنا نتاكد. لا القبو لسه ما بدنا ننزل. اجل اخوان هنا العلم. هنا في شيء لازم نسويه. طيب كبريت اوكي. كل داسم عنده شيء. طيب اتوقع اللي راح يصير شيء جديد. ما ادري ليه ممكن نروح عند الدم نحرقه توقع يعني اكثر ولا اقل. بان لازم ارجع لورا صدقوني. طيب سامحوني صراحة فجأة تشوفوني كذا يعني قاعد امشي صراحة. تقريبا يعني مغمض عيوني. خلنا نجي عند الدم هنا. الغرفة دي مفتوحة الحين. طيب خلينا نطلع فوق. هنا ايوه من هنا. اعتقد في شيء جديد هنا. وريني كيف شو؟ نولع الشمعة. قال لك نحرق الدم. طيب الحين صار ايش بيصير؟
والله ما ادري خلنا نمشي سيده، ما ادري الصليب كذا قلب يعني ايش معناته. ما طول كذا شو؟ والله راح ننزل وراح يصير شيء جديد. اعتقد هذه امه، ها امه اللي توقع قتلت، وما ادري والحرمه دي اللي قاعد تلاحقنا. الجنيه دي قاعد تقول الزيور فولت، يعني هذا خطاك انت، يعني انت السبب. ما ادري بينما مو هو يعني السبب، السبب ابوه، ابوه كان قاتل. ما ادري هذا من اللي فهمته. طيب الحين لازم الف يمين بس خلينا نتاكد ما في شيء. طيب اعتقد القبو الحين بدي اروح من عنده. فين الباب الجديد اللي فتح؟ سمعت صوته؟ ها؟ اتوقع قدام القبو. ايوه الحمد لله. خلاص كل علينا بس نروح نفتح الباب من جديد. بس خلاص خلصنا المتاهة ذي. حلو القبو كأنه تغير شكله ولا مو؟ إلا والله تغير شكله. خلوني آخذ القطعة الأخيرة. والله ما أدري ترى فتتها من عندي الأخيرة، يعني ما أدري باقي قديش. وما أدري بالنهاية إيش تطلع يعني. طيب القبو خلاص الحين مفتوح، الباب قصد اللي هنا. I need batteries for my lantern. طيب يحتاج بطارية عشان ال ها عشان ال الكشاف، يحتاج بطارية عشان الكشاف. يا لطيف شو اللمبة الحمراء دي. Only my mom knows that I'm scared of circuses. Why is she doing it? طيب هو يقول انه امه الوحيده اللي تعرف انه هو يخاف من السيرك، ف يقول ما ادري ليش الجنيه دي قاعد تسويها. يعني باين الجنيه تعرف نقطه ضعف في فين الشخص اللي كان فيه. ما ادري اتوقع انه امه يعني كذا زي الشبح شيء زي كذا. انا ادخل هنا اعتقد البطاريه راح الاقيها هنا. ان شاء الله هنا. بطارية هنا ولا هنا؟ هو كم ما في بطارية يا اخي، المفروض تكون هنا يعني. ليش فتحنا غرفة ذي؟ طيب ما ادري يمكن جوة الاكل فكرين زي ريزن ديفل. والله ما ادري ولا اطلع من هنا. واكيد فجأة شي راح يطلع. ليه احس البطاريه لو بلاقيها هنا؟ اشو؟ ايوه يا شيخ يعطيك العافيه. طيب الحين في باب جديد فتح. او ممكن شيء جديد صار هنا. والله ما صار اي شيء. هذا الصوت هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقول لي فاجئ بيجي علينا. نروح له كل شيء. كان مهرج. شكله يخاف من المهرجين. يا ساتر. طيب بقى لازم ارجع لورا. يا لطيف شلك نفسه. ولا اقول لكم لا معلق نفسه فيه بس. مدري الساعة دي ما كانت فيه اول. تسوي عندك شيء انت؟ يعني احنا نبغى بطارية. طيب طب خلاص القبو مفتوح. هنمسح القبو، اعتقد البطارية راح الاقيها تحت. مشكلة كنت عارف صراحة بس لكن ما ادري يعني لما تصير لك يا فجأة والله يعني تفجع. اوكي ما ادري هو يقول احتاج بطارية بس ما ادري ما اخذنا بطارية. ما ادري ماشيين صح ما عليكم. يا اخي افتح الباب مو لازم اطول وراه.
والله ما ادري ممكن البطارية الحين نجيبها. خلونا نروح الحمام سيدة. الله شو الظلام ده؟ هنا في شيء؟ والله ما في شيء، بقى لازم اطول ورا. نروح من هنا. اوكي بقى لازم اروح سيدة، عارفين؟ الشمعة دي جت هنا دحين. اوكي اتوقع لازم اروح سيدة، بس ما باين بيطلع لنا شيء. الغرفة دي مقفلة، والقبو ما ادري افتحه. لا والله يا اخوان ما مداني، بس باين لازم اطلع طول ورا. اتوقع راح يجينا شيء جديد. توقف هناك ولا تهيألي؟ لا 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 ما في احد وقف هناك. الشمعة دي ما تسوي عنده شيء. والله ما ادري الموسيقى تغيرت شوية. والله ما ادري احس بالحمام في شيء. مو معقولة في غرفة هنا مفتوحة انا ماني منتبه. ما في شيء خلاص هنا. اوكي ورين كذا اخيرا الحمد لله. يا سلام. طيب حروح من هنا. احنا نتوقع القبو ممكن بعدين ننزل. اي جينا على القبو كذا فجأة. لا لما نبى القبو احنا شبك انت. طيب طبعا لازم ارجع لورا. لسا حسوي عنده شيء طفيها ولا حاجة. لا 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 اي ما فينا نروح. طيب والله باين بيصير شيء جامد الحين. الله يستر. هني نخرج. والله ما ادري ايش اسوي. طيب احمد اروح من هنا. ها؟ ولا اقول لكم من هنا افضل؟ عشان اخلص مع القبو. اكيد مع القبو، بس ما ادري ليه صراحة ما فتح لسه. طيب لازم ارجع لورا اجل. يمكن في شيء لازم نسويه. الحمام ممكن في شيء جديد دحين بما انه مع الكشاف. خليني اخش اشوف. يمكن لازم اطر بالمرايا. والله ما شايف شيء بالمرايا. من هنا والله ما ادري اخوان ما في شيء بالحمام. خلاص خلينا اجي اطلع من هنا. خلينا نشوف ايش فيه. هي اللعب نظامها دائما تمشي السيدة عشان ما ترجع لورا. طيب طيب اجي. خلاص خلاص العلم قدام. ما في اي شيء هنا شفت انتم، يعني دورنا ما في اي شيء. والبيبان هذه كلها مقفلة. يا ساتر الله. خلونا نمشي خلاص نحن القبو مفتوح. والله جاتنا جري عليها جريه. خلاص خلونا ننزل. مثل القبو مختلف شوي الحين. ناخذ القطعه. اوه صارت كامله. عارفين اتوقع ها مو اللعبه ذيك اللي لعبوها اظن عشان نشوف اذا في جن ولا لا. اعوذ بالله شيء زي كذا. والله ما ادري ممكن هي ممكن اكون غلطان. خلاص ما بدي ترسل شيء عندها. خلاص خلينا احنا نمشي من هنا. قريبين مرة مني. والله ما ادري ايش فيه. والله مع السماعات ترى احسها كيك انها ورايا. امشي امشي سيدة امشي سيدة. باين كله عليه بس امشي سيدة. ما ادري ليه قاعد يلف زي كذا.
مو انت قاعد تسوي الشيء ذا. ادعس انزل ابو بس. وتقول دونت لوك باك يعني اطول ورا والله باين لازم اطول. لا حول ولا قوة الا بالله. ابغى اروح من هنا الله يستر. قاعد تحذرني تقول لي انا قلت لك اطل ورا ايش اسوي مع انك قاعدين نرجع لورا يعني كنا قاعدين نطلع لورا. طيب الحمام ما كان مفتوح ها. طيب لازم نرجع من هنا الله يستر الله يستر. طيب القبر الحين مفتوح ولا ما كان مفتوح؟ يا ساتر استغفر الله تفجع. طيب وش اسوي انا ما يبدي اسوي شيء ترى. ان شاء الله انه من اللعبه لازم اموت. والله ما ادري ايش الحل هنا. ما ادري كان ممكن ما اسوي شيء ها طعنها ممكن ولا والله ما ادري ايش لازم تسوي هنا. ان شاء الله ما تطلع لي من جديد ولا ممكن احنا لازم نطول ورا. والله ما في شيء. خلونا ندخل الحين من هنا. والله ما ادري متى لازم اطول وراه. هو باين في لحظه ممكن لازم اطول وراه. والله ما ادري. خلاص ما عليك بس وصلنا مكان نبغاه. والله ما ادري. لا والله رجعنا عارفين. خلونا الحين ندخل من هنا. ما ادري اتوقع من اللعبه نفسها لازم اموت. شويه لطيف كم مره تغير. طيب يا شباب احنا رايحين الحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. والله صراحه اللعبه يعني صحيح اني يعني مره رعب اللعبه بس والله مستمتع فيها صراحه واتمنى حتى انتم مستمتعين فيها. ان شاء الله يا اخوان راح نكمل الحلقه القادمه. اتمنى ان الحلقه هذه نالت اعجابكم. واذا نالت اعجابكم لا تنسوا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب. وباذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.